يبدو أن زيارة وزير خارجية إيران إلى دمشق بداية هذا الأسبوع كانت فعالة لدرجة أنها أثمرت بالنسبة لميليشيا قسد والنظام ما لم تثمر عنه كل المحاولات السابقة بما فيها الروسية للوصول إلى اتفاق بينهما فيما يتعلق بمواجهة التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال سوريا. مئات الجنود من ميليشيا أسد تم التفاهم على انتشارهم في المناطق الحدودية التي يتوقع أن تستهدفها العمليات التركية. هذا ما أعلن عنه المتحدث باسم قسد أخيرا، وذلك بعد ساعات فقط من الحديث عن وصول مزيد من القوات الروسية إلى القامشلي، عاصمة الإدارة الذاتية التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الإرهابي. وإذا ما أضفنا ذلك إلى التعزيزات التي أرسلتها الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى محيط طل رفعت بريف حلب الشمالي، فسنكون هنا إما حيال نقض غزل قسد من داخلها والبدء بالتالي بتفكيك تدريجي لتفردها بالمناطق التي تسيطر عليها، أو أمام تحالف رباعي يجمع بينها وبين روسيا وإيران والنظام لمواجهة تركيا. لكن هل حقا ينتظر قادة البي واي دي من هذه القوات المتداعية إلى مناطق سيطرتها أن تدخل في مواجهة مع الجيش التركي كرما لها ومن أجل عيونها؟ بالتأكيد لا، بل حتى وهو يتحدث عن أن ميليشيات النظام قد تتوجه لاحتلال مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بريف حلب الشرقي، فإن المتحدث باسم قسد كان يعرف أنه يقول أي كلام وحسب لذر الرماد في عيون أنصارها، وكان يعرف أكثر أن هذه القوات التي سمحت لها بدخول مناطق سيطرتها إنما جاءت لتضع نهاية لمشروع تفردها فيها وتبدأ باستعادة الأمانة التي أودعها أسد عند قادة حزب العمال القنديليين مطلع الثورة.